سهلة أمام منتخبنا الوطني بمواجهة المنتخب الفلسطيني، راح نشوف لمحات كتير حلوة. بعتقد مدرب توماس مدرب منتخبنا راح يشرك جميع اللاعبين. شفنا المنتخب الفلسطيني مبارياته السابقة ما كان لقمة سهلة على المنتخبات القوية زي تونس مصر ومصر، بس يعني مع المد والجزر للمباراة بتفرق النتيجة، لأنه زي ما قلت لك في خيارات متعددة لدى المنتخبات. المنتخب الفلسطيني خياراته محدودة بعض الشيء. يفتتح هذا اللقاء خلدون أبو الرقية بثلاثية للمنتخب الأردني، والخطأ الشخصي الأول على اللاعب رقم 10 من المنتخب الأردني سيان داغلاس، يرتكب الخطأ الشخصي الأول مع انطلاق أول تقريبا نصف دقيقة من هذا اللقاء. تحدثنا بأن تشكيلة المنتخب الأردني ولكن مغايرة بعض الشيء، دخول خلدون أبو رقية، وكنا نتوقع دخول اللاعب أيمن إدريس، وأيمن يمكن بشكي من إصابة، ويفقد المنتخب الفلسطيني الآن الكرة بسبب انتهاء وقت المسموح به لإنهاء الهجمة 24 ثانية. كابتن حاتم، طبعا أيمن تعرض للإصابة في التمرين البارحة، وهذا ثالث أو رابع لاعب بنصاب بمنتخبنا. يعني شفنا بالوقت السابق محمود عبدين انصاب، وإسلام عباس انصاب، أنفر مصاب، وأيمن عم بكون رابع اللاعبين بالإصابة. ان شاء الله بيعودوا بالسلامة لأرض الملعب، وبنبتعد عن الإصابات لأنه بنحتاج جهود هؤلاء اللاعبين، ومبارياتنا القادمة بالبطولات القادمة وحتى ببطولة آسيا ما راح تكون مباريات سهلة، فإن شاء الله جميع اللاعبين بتواجدوا بكامل طاقتهم. ونذكر بأن يقود هذا اللقاء الحكم الدولي إبراهيم محمد من الجزائر، وطارق بن الطيف من تونس، وأيضا بول إسقيم من لبنان، جميعهم حكام دوليين. هذا هو اللاعب سام داغلاس صانع العاب المنتخب الأردني والعقل المفكر في المنتخب. 4-0 للمنتخب الأردني، والنقطة الخامسة يضعها سام داغلاس في السلة. كابتن معتصم، بنلاحظ المنتخب الأردني دفاع ضاغط من بداية اللقاء. احنا شفنا باكثر من مناسبه بالنسبه لمنتخبنا في مبارياته السابقه دائما بعد الفري ثروز او الرميات الحره، يعني اعتقد صارت واضحه لجميع الفرق انه منتخبنا بيلعب دفاع ضاغط او بريس 2 2 1 2 2 1 في جميع ارجاء الملعب. اعتقد انه الدفاع هذا عم بينجح مع بعض الفرق، بس ما بتوقع انه راح يكون يعني دفاع سهل او عفوا يعني دفاع ناجح سام تايمز بالمباريات القادمه امام تونس او مصر، لانه هذا لا منتخبات كبيره، بس اكيد مدرب منتخبنا راح يستفيد من هذا الدفاع ل يعني ارباك الفريق قوي مثل المنتخب المصري او التونسي، بعكس ما عم بيستعملوا هلا لقطع الكرات ضد المنتخبات اللي بواجهها بالدور الاول. نقطتين سهلات للاعب حنا السهواني من المنتخب الفلسطيني في آخر ثانية، يضع نقطتين حنا السهواني، والفارق الآن بثلاث نقاط لمصلحة المنتخب الأردني. وثلاثية الثانية محاولات لوسام الصوص خارج السلة، وتذهب الكرة لمصلحة المنتخب الأردني. نذكر بأن يقود المدرب توماس المنتخب الأردني، والمدير الفني الكابتن مراد بركات، ومدير الفريق يوسف كيان، مدرب الفريق الفلسطيني حسين الرفاعي، ومساعد مدرب تامر متى. إبراهيم حبش إلى نقولة فضائل، وعملية الدخول من نقولة، ونقطتين الى عبد الله ابو قوره في عمليه الدخول عبد الله تحت السله، والخطا على اللاعب ابراهيم حبش من المنتخب الفلسطيني. كابتن معتصم، لاحظنا اكثر من تصويبه من المنطقه المتوسطه للمنتخب الفلسطيني دون وجود اي رقابه من قبل لاعبي المنتخب الاردني. صحيح، معك حق اخ حاتم، شفنا في فراغات بالدفاع الاردني بعض الشيء، وخصوصا في منطقه الهاي بوست، يعني لازم ينتبه اللاعبين الجاردز او اللاعبين القصار
على خط الثري بوينتس، لانه بعد عمليات القطع والسكرينز عم بصير في ثغرات بالدفاع بالنسبه للشوترز بالمنتخب الفلسطيني. هذا هو اللاعب نقول فضائل، لاعب مميز في المنتخب التونسي الفلسطيني، وعادل صالح الان النجم الذي تألق ليله البارحه ضد المنتخب التونسي واحرز 17 نقطة، يقوم بوضع الكرة داخل السلة في سلة المنتخب الأردني، ويقلص المنتخب الفلسطيني النتيجة إلى نقطتين 8-6، وخطأ شخصي على الثاني على اللاعب إبراهيم حبش من المنتخب الفلسطيني، وكرة إدخال لصالح المنتخب الأردني. عبد الله أبو قورة إلى سام داغلاس، محاولة الدخول من سام داغلاس إلى وسام السوس، وتصويب ثلاثي ناجح لوسام السوس. وسام السوس مميز ولاعب صانع ألعاب المنتخب الأردني أيضا، بالإضافة إلى سام داغلاس يقوم بتبادل الأدوار لإيجاد الفراغات في وقطع للكرة من سام داغلاس. سام إلى عبد الله أبو قورة بلقطة استعراضية، والتمرير الأجمل من اللاعب سام داغلاس الى عبد الله ابو قوره، يضعها تحت في السله بشكل قوي وبلقطه استعراضيه. 13-6 لمصلحه المنتخب الاردني. تدوير الكره بين اعضاء المنتخب الفلسطيني ودفاع الزون الان من قبل المنتخب الاردني، الى وسام الصوص، الى سام داغلاس، زيد عباس، عمليه الدخول من زيد عباس، والخطأ الشخصي الذي يرتكب من قبل اللاعب نيكولا فضائل. الخطأ الشخصي عفوا على اللاعب رقم 10 من المنتخب إبراهيم حبش، ثلاث أخطاء شخصية، وأول لاعب يدخل بالثلاث أخطاء الشخصية إبراهيم حبش. الثانية داخل السلة، 15-6 لمصلحة المنتخب الأردني. دخول أحمد ياسر الآن مكان اللاعب إبراهيم حبش، وهو قرار جيد للحكم للمدرب عفوا حسين الرفاعي بإخراج اللاعب إبراهيم، لأنه يحمل في جعبته ثلاثة أخطاء. إلى عادل متى، دخول من عادل إلى توفيق صالح، أحمد ياسر على التصويب الثلاثي، أحمد ياسر، وتبقى الكرة لمصلحة المنتخب الفلسطيني. حنا السهواني، دفاع من سام داغلاس على حنا السهواني، إلى توفيق متى، ويضع نقطتين بشكل غريب كابتن معتصم. حقيقة كان باس رائع من المنتخب الفلسطيني، شفنا الباس كان تحت السلة بطريقة ذكية من صانع الألعاب اللي هو رقم 5، وما زلت بقول انه في مشكله بالثغرات الموجوده تحت السله او الهاي بوست بالنسبه لمنتخبنا الوطني، لازم ينتبه منها الفريق. وايضا دخول رائع لاحمد ياسر بضعف الارتداد الدفاعي من قبل لاعبي المنتخب الاردني الى المواقع الدفاعيه، وايضا خساره الكره باكثر من مناسبه من قبل لاعبي المنتخب الاردني يعطي النفس ولاعبي المنتخب الفلسطيني يعود إلى اللقاء مع هذا الربع الأول. 15-10 لمصلحة المنتخب الأردني. الخطأ الشخصي على اللاعب رقم 8 خلدون أبو رقية. كرة إدخال لمصلحة المنتخب الفلسطيني، حنا السهواني على كرة الإدخال، إلى اللاعب توفيق صالح. ماذا تقول عن أداء المنتخب الفلسطيني كابتن معتصم؟ الصراحة يعني الأداء تبع المنتخب الفلسطيني عم بيكون مثل كل مباراة، في بداية المباراة عم بيلعبوا أداء كتير رائع، يعني عم نشوف حنا سهواني وعادل متى بالإضافة إلى إبراهيم حبش وتوفيق صالح، كلهم عم بيكونوا نجوم ببداية المباراة، بس شوي